المصلحة الولائية للشرطة القضائية دي ثندين تنوجدة ثمنع كتازي 58 عرف ان باستيات المخدر الإكستازي وين البلاغ ان ولاية امن وجدة بلي المصلحة الولائية للشرطة القضائية دي ثندين تنوجدة ثمنع المعلومات النسأس المصالح المديرية العامة نحطون الامن ذا سلامة المغرب يسبد ذايس اثنين يوذان ايجن زيسن غاس السوابق القضائية ذو نغنيتي غاس الجنسية تهولندشت سالأصل المغربي وفين تسبب ذي باستيات ان الإكستازي. ويوضح البلاغ بلي عملية التفتيش توقن ذي ثمسرشت تبين 58 ذ 351 انباستيات الإكستازي اثنين طموبينات يشتن زيسن كاتكات يتوين ذيسن السرعة الإكستازي تحقيقي قصد الحراسة النظرية حوما قد جبدن الشبكة الإجرامية يتوين أبيخيث أن المخدر الإكستازي زبارة غاثماثن المغرب باستيان الإكستازي توحسب سالمنشطات المخدرة سيس من المخدرات قصحن نغ المخدرات الصلبة يتذور موضة غي حذريين من زي التفن ذي التعاطي النس إيجن النشاط ذا الرحث يدومان 4-9 مشان نوعا باستيا ثنقى الرمث ذا الخلايا الدماغية وتبدر الهرمونات خل المدى القريب.